Infection in which the organisms multiply and cause the host to react by making an immune or other type of response. Number three, a transient or a prolonged carrier state. يا أما راح يكون يدخل الهوست في مرحلة إنه يكون كحامل للميكرو أورغانيزمز لكن بدون ما تظهر عليه الأعراض المرضية، وقد يبقى هذا الميكرو أورغانيزم طول الحياة مع الهيومن أو بصورة مؤقتة. أما transient or prolonged. Infectious disease occurs when the organism causes tissue damage. متى تحدث الانفكشوس ديزيز؟ عندما المايكرو اورجانيزمز يسبب تلف للانسجه او و lose function of body systems. قد يفقد ايضا احد الاعضاء موجودة في الجسم وظيفته. إذن هذه هي ملخص لعملية تكون كيف رح يحدث الـ infectious disease هذه. Okay. Some possible outcomes following exposure to microorganisms. يعني بعض الأشياء المحتملة التي قد تحدث بعد دخول الميكرو أورغانيزمز. colonization, infection, infectious disease or become flora, carrier and some eliminate by host defenses. This is very important. This is very important. هذه تركزون عليها. أوكي. So the diagnostic bacteriology or diagnostic microbiology is depending on identifying the causative microorganism by different laboratory methods. لذلك الشخص المحلل أو الشخص اللي يقوم بعملية التشخيص الأحياء المجهرية رح يعتمد على أنه يتعرف على أو يشخص causative microorganisms اللي هو العامل المسبب للمرض بواسطة الطرق المختبرية المختلفة. Which is usually essential for effective antimicrobial and separative therapy. طبعا إذا الميكروبيولوجي مايكروبيولوجيست شخص الباثوجين بشكل صحيح، إذا هو باستطاعته أنه أيضا راح يحدد ما هو نوع الانتيبيوتيك اللي يشتغل عليه وبالتالي ينجح بالقضاء على هذا الممرض. اوكي، نخلي يمنا سؤال، خلي يمنا سؤال. احنا قلنا هذا نركز عليها ونركز على هذه ايضا. Enumerate, عدد. Or, what are the definitive microbiologic diagnoses? ما هي الطرق التشخيص المحددة اللي نعتمد عليها في تشخيص infectious diseases؟ Number one,
Morphologic identification of the agent in stains of specimens or samples or sections of tissues by using light or and electron microscope. طبعا احنا حتى نتعرف على اول طريقة حتى نتعرف على الكائن الحي الممرض رح يكون هو بالتعرف على شكل هذا الكائن بعد تصبيغه للنموذج او النسيج ليتم فحصه بعد ذلك باللايت مايكروسكوب او الالكترون مايكروسكوب. نمبر 2 cultivation and identification of the organisms. استخدام طرق الكلتشر ميديا يعني استخدام الكلتشر كلتشرينج للتعرف على المايكرو اورجانيزمز. نمبر 3 by using enzyme immunoassay latex agglutination and this meaning immunologic assay. ايضا ممكن نستخدم الطرق المناعية للتشخيص مثل طريقة اللاتكس والإنزيم إميونو أسي. Number 4 Detection Microbial DNA or RNA. إذن يا أما نكشف عن وجود DNA أو RNA طبعا بطرق PCR. Detection of an inflammatory or host immune response to the pathogenic agents. هنا يعني ممكن انه احنا نستخدم السيرم حتى نتعرف على وجود الانتيبادي واحيانا الانتيجين ممكن نشخصه. Detection of an inflammatory or host immune response يعني نواتج الاستجابة المناعية اللي هي الانتيبادي او يعني هنا احنا يا اما نشخص الانتيجين او الانتيبادي. اوكي طبعا بالطرق المناعية ايضا او اكو الطرق ايضا الحديثة العديدة استخدام الفايتك سيستم 2 الى اخره. Physician who deal with infectious processes must know. الطبيب والشخص اللي يكون له علاقة بالأمراض الوبائية والإصابات البكتيرية والفيروسية وغيرها يجب أن يكون ملم بثلاث أشياء رئيسة. When and how to take specimens, what laboratory examinations to request, how to interpret the results, متى وكيف يحصل على السامبل, يعني من الأعراض المرضية راح يحدد شنو نوع السامبل اللي لازم ياخذه وبالتحديد من أي مكان يجب أن يأخذه. فإذا كانت مثلا البكتيريا مسببة لالتهابات الجهاز التنفسي فإذا يجب أن يأخذ النموذج يكون منين؟ من الجهاز التنفسي نفسه, قد يكون يعني من الأنف. وإذا كان الإصابة يشك بها أنه دخلت إلى الرئتين فقد تكون هنا يأخذ سبيوتم أو تيشيو أو يأخذ بلد سيرم يسحب دم ويشوف وجود أنتيبادي أنتيجين إلى آخره بالسامبل. What laboratory examination to request هنا ما هي الطرق المختبرية اللي يجب أن يستخدمها وكيف يفسر النتائج. يجب أن يكون ملم بتفسير النتائج حتى يستطيع بالتالي أنه يحدد العلاج.
So the clinical information is much more important for diagnostic microbiology than it is for clinical chemistry or hematology. أيضا المعلومات السريرية والهيستوري بالنسبة للمريض تكون مهمة جدا في تشخيص المايكرو أورغانيزمز. Now, in section 2, we will explain briefly about the laboratory safety. ما هي السلامة المختبرية؟ اللي همنا هي السلامة البيولوجية والسلامة الكيميائية في المختبر. Biosafety and chemical safety. ما معنى laboratory safety؟ بشكل مختصر We must avoid risks to ourselves and for our environments. يجب أن نتجنب المخاطر اللي تأذينا وتأذي البيئة اللي تحيطنا. اللي تشمل النباتات، الحيوانات، عائلتنا، أصدقائنا، البيئة اللي إحنا نعيش بيها. كيف يتم هذا؟ كيف تمنع أنه الميكرو أورغانيزمز اللي قد يصلك إلى المختبر قد يكون very dangerous بحيث يسبب الوباء إذا انتشر من مختبرك إلى خارج البيئة؟ حتى أتجنب هذا الشيء we must wear gloves نلبس الكفوف wash hands after working with infectious materials or with we must wash hands with 70% or with the Dettol, 70% alcohol, and by using, of course, water after working with infectious materials. يجب أنه نغسل إيدينا ونعقمها بعد كل عملية الغسل. نغسل اليد بالماء الجاري. وبعدها يتم تعقيمها بالديتول. Disinfect all instruments immediately after use. يجب أنه نعقم كل الأدوات والأجهزة اللي استخدمناها مباشرة بعد استخدامها في عمليات التشخيص المختبري. Use water to moisten specimen labels rather than the يعني في بعض الأحيان يتطلب من عندنا أنه نستخدم الماء لغرض الترطيب النماذج أو يعني نلصق
بعض الأوراق عندنا في المختبر، فهذه ما يتطلب أنه نستخدم اللسان حتى نمنع حصول الانفكشن. Disinfectant all contaminated waste before discarding. يجب أن نعقم كل الفضلات أو يتم معاملة ومعالجة وتعقيم كل الـ contaminated waste اللي هي الفضلات البيولوجية، ولازم كل ملمين بيتخلص بالفضلات الكيميائية أيضا، لكن هنا احنا نركز على الفضلات البيولوجية. يعني بعد ما انت شخصت وين هل انه نرمي الكلتشر ميديا مباشرة سلة المهملات ام بكونتينر خاص ثم يتم تعقيمه بالاوتوكليف، هذا كمثال. كيف يتم التخلص من التشيو بعد أن أشخص بالعامل الممرض؟ كيف أتخلص من البلد بعد أن يتم أنه أشخص وأنطي النتيجة للبيشنت؟ Report to appropriate personnel all accidents or exposures to infectious agents. يعني يكون هناك سجل خاص في المختبر بحيث تسجل به كل الحوادث اللي ممكن تحدث عندك، مثلا انسكاب المادة خطرة، انسكاب الدم على الأرض، كيف تم التعامل معها، هل حصل انتشار، هل أنه هذا النموذج يحتوي على بكتيريا أو فيروس، هل أنه تعاملت معه بعد أنه سقط على الأرض أو انكسرت الكونتينر، هل سبب تلوث، كيف تعاملت معها إلى آخره، هل حصل انفجار مثلا انفجار الأوتوكليف أو تحطم لبعض الأجهزة في المختبر وهكذا. إذا يجب أن أنه هذه طبعا كلش مهمة، لأنه تكون مهمة في لتفادي الحوادث مستقبلا، ويعلمك كيف تتعامل مع هذه الحوادث وتتجنبها. Safety programs, handling of biologic hazards, processing patient specimens, and handling infectious microorganisms. كل وزارات الصحة والبيئة تضع برنامج يسمى safety programs، برامج السلامة. وهناك برامج الأمن والسلامة، biosafety, biosecurity. هذه تكون مهمة ضد وتعلمك معنى البيولوجيك هازاردز، مخاطر البيولوجية وكيف تتعامل معها، مثل processing patient specimens، كيف تتعامل مع نماذج المريض اللي توصلك، handling infectious microorganisms، كيف تتعامل مع الميكروorganisms خاصة إذا كان هذا very dangerous and pathogens. أيضا يجب أن هذا safety programs يضم fire safety في حالة حدوث الحرائق، ما هي أجهزة الأمان الموجودة، ما هي أجهزة الإنذار الموجودة، هل خراطيم الماء متوفرة إلى آخره، هذا يسموه fire safety. Electrical safety، كل ما يتعلق بالسلامة الكهربائية. Storage، حفظ المواد.
البيولوجية والكيمياء إلى آخره. radioactive substances ممكن تتعين في مستشفيات أو مختبرات خاصة تتعامل مع النظائر المشعة اللي هي مهمة بعلاج مثلا أمراض الغدد، الهرمونات، السرطانات. المفروض أنت تعرف كيف تتعامل ويا هذه المواد المشعة، كيف يتم التخلص منها، كيف يتم التعامل معها، الهاندلينج. Laboratory safety begins with suitable room design. السلامة المختبر أو السلامة في المختبر، السلامة المختبرية تبدأ من تصميم غرفة المختبر. يجب أن تكون كبيرة، يجب أن يكون لها بابين، يجب أن تكون هناك مراوح للتخلص، الساحبات، المكان للهود، مكان للكلتشر، مكان لحفظ المواد إلى آخره. ويجب أن يكون أيضا يصمم هذا المختبر حسب نوع الإكويبمنت الموجودة به، حسب نوع الأجهزة الموجود به. إذن أخلي يمي سؤال. ماذا نعني باللابريتوري أو مايكروبيولوجي لابريتوري أو اللابريتوري بايو سيفتي؟ ماذا نعني بها؟ والسيفتي بروغرام ماذا يضم؟ يضم هذه اللي تحتها بشكل مختصر جدا، تحتها خط. طيب، من أمور السلامة في المختبر الأخرى، يعني هذه نقدر نضيفها هذه النقاط إلى النقاط السابقة معها نكملها. هناك بعض الرولز، بعض القوانين of work in a microbiological laboratory. مثل إيش؟ protective clothing. هنا يجب أن يكون إحنا مثلا نلبس اللاب كوت، هذا يحمينا، هذا يسموها الـ PPE اللي هي Personal Protective Equipment، ملابس الحماية الشخصية. No eating, no drinking, no smoking. Using mechanical pipetting، يعني هنا رح نستعمل البايبيت الميكانيكية وليست اللي نستعملها زجاجية. هذه ذكرناها نقطة، أنه استخدام disinfectant all instrument immediately after use. Okay. أيضا هذه تقريبا كيف يتم التعامل مع disposable or proper disposal of contaminated materials، مثلا كيف يتم التخلص من المواد الملوثة. بين فترة وفترة يجب أن نعمل تحاليل للستاف نفسه اللي هو يشتغل بالمختبر، staff health checks. فإذا صار مثلا بكورونا، هذا الشخص يجب أن يعطى له إجازة حتى نحافظ على الستاف هيلث. Proper staff training، بين فترة وفترة يجب أن ندرب الستاف على اللابوريتوري بايو سيفتي.
نخلي يمنا سؤال define sterilization define disinfection عرف التعقيم وعرف disinfection sterilization is a process that kills all forms of microbial life including bacterial and or bacterial including bacterial spores هي العملية التي بواسطتها يتم قتل كل الكائنات أو كل الميكروبات الحية وبضمنها البكتيريا المكونة للسبورات disinfection is a process that destroys pathogenic organisms but not necessarily all microorganisms or spores. Okay. Disinfectant هي العملية التي يتم بواسطها تحطيم الأحياء المجهرية الممرضة لكن ليس بالضرورة أنه يتم قتل كل هذه الميكرو أورغانيزم أو السبورات يعني مثلا بعض المطهرات توقف نمو الميكرو أورغانيزم بس ما تقتلها أو تقتل البعض وما تأثر على البعض الآخر Sterilization and disinfection may be accomplished by physical or chemical methods. بالنسبة إلى عملية التعقيم تقسم التعقيم إلى طريقتين أما باستخدام physical methods أو يتم التعقيم بطريقتين أما باستخدام physical methods أو chemical methods بالنسبة إلى physical methods إذن ما هي طرق التعقيم الفيزيائية ما هي طرق التعقيم الفيزيائية التي ممكن أن تستخدمها في مختبرك الجواب incineration الحرق burning moist heat الmoist heat هي الحرارة الرطبة نخلي هنا عندنا بين قوسين autoclave الautoclave لازم نخلي بيه distilled water حتى تحدث هنا يعني كفكرة عامة هو يشبه جدر الضغط 121 درجة مئوية 15 دقيقة 15 باوند على إنش مربع dry heat مثال على dry heat هو hot air oven hot air oven فرن الهواء الساخن ايضا نستخدمه طبعا الاوتوكليف احنا شنو نستخدم الاوتوكليف حتى نعقم به تو ستيريلايز لاب كوت ستيريلايز جلاس ويرز الكلتشر ميديا تعقيمها واتلافها اوكي نستعمل الاوتوكليف لكن بالتعقيم نستعمل 15 درجه مئويه اما بالاتلاف الاوساط الزرعيه يعني انت شخصت وكملت تريد تتلف هذه الاوساط الزرعيه وين حتوديها بالاوتوكليف لكن ايش قد تبقيها ما تبقيها 15 دقيقه راح تبقيها من 20 الى تقريبا 25 دقيقه 15 121 درجه مئويه من 20 الى 25 دقيقه 20 دقيقه كلش كافيه و 15 باوند على انج مربع اما الدراي هيت فقلنا راح تكون هي الهوت اير اوفن ظروف التعقيم حتكون هي من 170 الى 180 درجه مئويه والوقت من ساعه الى ساعتين هوت اير اوفن the sterilization conditions are temperature 170 to 180 centigrade for 1 to 2 hours. الطريقة الأخرى كفيزيائية طبعا هنا نحن ليش نسميها فيزيائية لأنه لا تستخدم أي مادة كيميائية فيها هسه احنا قبل قليل قلنا الانسينيريشن أو البيرنينج انسينيريشن الحرق أكو محرقة بالمستشفيات
يحرقون بها البطانيات، الشراشف، يحرقون بها الأشياء هذه كلها اللي هي ليست لها ما نقدر نعقمها مرة ثانية. عندنا الأنيمال ممكن أيضا نحرقها، حيوانات اللاب أنيمالز. أما المويست هيت أيضا اللي هو الأوتوكليف، والدراي هيت اللي هو الهوت اير اوفن، احنا ما نستعمل بيها اي مادة كيميائية لغرض التعقيم، لذلك تسمى فيزيكال ميثودز. فلتريشن اللي هو الترشيح، يستخدم لتعقيم، تو ستريلايز توكسينز السموم، فاكسينز اللقاحات، انتيبيوتكس. اوكي، هذه تستعمل بطريقة الترشيح. الطريقة الأخرى قد نستخدم الراديشن، نستخدم الراديشن وبالإضافة أيضا اللي هي عندنا اليوفي لايت، جاما أو يوفي لايت. إذن عدد الفيزيكال ميثودز اللي ممكن تستخدم in sterilization، راح تعددون هذه. طبعا هي اكو بعد طرق كثيره لكن هذا بشكل مختصر. ممكن نستخدم طريقه البويلينج، والبويلينج هنا راح تعتبر هي نوع من انواع المويست هيت. درجه الحراره اللي هي الغليان 100 سنتيغريد فور 15 مينت، لكن هذه الطريقه غير كفؤه، not sufficient to kill all the bacteria or the microorganisms. Why? Because it just kill the vegetative bacteria. ما يقتل السبورات، يقتل فقط البكتيريا اللي لها القابلية على النمو والتكاثر. طريقة أخرى اللي هي pasteurization، طريقة أخرى من المويست هيت، نوع من أنواع المويست هيت، هي طريقة البسترة. هذه طريقة تستعمل لتعقيم الحليب. ظروف التعقيم sterilization conditions راح تكون هي 60-30 centigrade for 30 minutes or 72 centigrade for 15 seconds which kills food pathogens without damaging the nutritional value or flavor. For example, milk. إذا هذه الدرجة الحرارة والوقت 63 30 دقيقة 72 15 ثانية تكفي أن أعقم الحليب بحيث تقتل الفود pathogens. من هي الفود pathogens؟ أكثر شيء إحنا اللي همنا راح تكون هي التي بي، البكتيريا السل مايكوبكتيريا تيوبركلوسيس، وايضا السالمونيلا. هنا احنا نريد اكثر شيء التي بي والبروسيلا اللي هي السل وحمى مالطا، وايضا تقتل الستافيلوكوكس اوريوس. قلنا ايضا بالنسبه للفيزيكال ميثود نستعمل جاما راديشن او ها طبعا ايونايزنج اللي هي الاشعه المتاينه. اما الاشعه الغير المتاينه فراح تكون مثال عليها يوفي لايت، تستخدم لتعقيم هواء المختبر او مصانع التعليب وغيرها. إذن physical methods for sterilization راح تكون هي incineration, moist heat, dry heat, this autoclave, hot air oven, filtration, ionizing radiation, for example gamma ray, non-ionizing radiation, for example UV light, boiling, pasteurization to sterilize milk. Chemical safety.
عندنا السلامة الكيميائية، أنه تحفظ نفسك من المواد الكيميائية اللي أنت تتعامل وياها وتحفظ البيئة اللي أنت موجود بها. ما هي المتطلبات اللي لازم أنت تحتاجها وتوفرها؟ Chemical safety of diagnostic microbiology laboratory should have a chemical hygiene plan. لازم تكون هناك خطة that includes guidelines on proper labeling of chemical containers. يعني يجب أن يكون هناك دليل في كل مختبر أنه كيف تتعامل مع المواد الكيميائية، وكيف أنه كل مادة كيميائية الكونتينر يجب أن يكون معلم، وكل علامة عليها expire date، عليها تركيز هذه المادة، ما هي علامات التحذير اللي هي موجودة، هل هو سام هذه المادة الكيميائية أم لا، ما هي درجة الحرارة اللي لازم أحفظها، هل أحفظها في مكان مظلم أم لا، هذه كلها لازم تكونون ملمين بها. هذا manufacturers material safety data sheets. في كل مختبر يجب أن يكون عندك sheet مكتوب عليه اللي هو يسمى MSDS، أنه كل مادة موجودة في مختبرك بها صفات. يعني مثلا انت عندك الكحول، ويا اكو بطاقة تعريفية له، فيكون الكحول ما هي الشركة المصنعة، ايش قد تركيز هذا الكحول، كم الاكسباير له، حجمه، المكان الحفظ الى اخره. The written chemical safety training and retraining programs. يعني دائما احنا نحتاج الى دورات تدريبية. Fire safety. Fire safety is an important component of the laboratory safety program. Each laboratory is required to post fire evacuation plans that are essentially strategies for finding the nearest exit in case of fire. يعني مثل ما قلنا قبل قليل أنه أيضا يجب أن تكون كل ما يحيط بنا إذا في حالة حدوث، مثلا حريق لا سمح الله في مختبر، يجب أنه نعرف كيف نتعامل مع هذه الحرائق، هل يوجد جهاز إنذار، هل يوجد جهاز خاص بالجرس الإنذار الخاص بالحرائق، هل موجود التليفون قريب بحيث رأسا نتصل بال الإسعافات، أو نتصل ما نتصل مباشرة بالإسعاف إلا بعد مثلا حدوث ضحايا إلى آخره، نتصل باللجنة الأمن والسلامة الموجودة في المستشفى أو بالمركز الصحي أو في الدائرة أو المؤسسة وهكذا. أيضا يجب أن تكون هناك علامات ترشدنا إلى وجود خروج من البناية، الخروج من الغرف وبسرعة الممكنة. Finding the nearest exit in case of fire. Electrical safety. Electrical cables should be checked regularly for fraying. يعني دائما احنا بين فترة وفترة لازم الكابلات الخاصة بالكهرباء لازم نشيكها. All plugs should be the three prong grounded type. ايضا لازم يكون عندك الارضي حتى ما تحدث الصعقات الكهربائية، ويكون تسريب للارض. All sockets should be checked for electrical ground and leakage at least annually.
no extension cable should be used in the laboratory. يعني ماكو أي أسلاك كهربائية ممددة على الأرض وغيرها من السقوف وهكذا. بالنسبة إلى الـ handling of compressed gases، هناك بعض الغازات المضغوطة اللي ممكن أنه نستخدمها، مثلا CO2 anaerobic gas mixture. هذه طبعا قد تكون مضغوطة يعني بكونتينرات، أيضا لازم إحنا نعرف شلون نتعامل معها. البايو سيفتي اللي قبل قليل أيضا شرحناها، اللي هي السلامة البيولوجية. Individuals are exposed in various ways to laboratory acquired infections in laboratory or microbiology laboratory. So those risks from a microbiology laboratory may extend. هذه اللي قبل قليل في بداية المحاضرة شرحناها، أنه بالإمكان أنه نتعرض إلى بعض الميكروبات خلال عملية تشخيصنا للبكتيريا أو الفيروس بالسامبلز، وتقع حوادث بالمختبرات لازم إحنا نعرف كيف نتعامل معها. هذه طبعا احنا يسموها بالacquired laboratory infections، يعني ممكن انه نصاب بالمايكرو اورجانيزم نتيجة تعاملنا مع النماذج اللي هي حاوية على هذه الفيروسات او البكتيريا. فمثلا في حالة الشيجلوسيز، سالمونيلوسيز، سالمونيلا، تايفويد، تيوبركلوسيز السل، بروسيلوسيز، حمى مالطة، هيبيتايتس، التهاب الكبد الفيروسي إلى آخره. Disposable of hazardous waste. هذه أيضا اللي قلنا عليها قبل قليل، أنه إحنا عندنا فضلات بيولوجية خطرة جدا، يجب أنه توضع بأكياس خاصة اللي هي autoclave bag، وموجود عليها البايو بايو هازارد، يعني اللي هي علامة الخطر البيولوجي. فأوتوكليف باكس معناتها انه هذه بيها فضلات، مثلا بلاد تيشيو، عندك كلتشر ميديا الى اخره، فضلات نسيجية إلى آخره، بعض من صالات الولادة، عمليات التشريح أحيانا، أكو فضلات. هذه وين لازم ترمى؟ من تشوفها موجودة داخل هذه الأكياس أو الحاويات وموجودة عليها هذه العلامة، إذن هذه هي خاصة للإتلاف بواسطة الأوتوكليف، هذه اللي هي لونها أحمر. أما إذا كانت موجودة داخل كرتونة، إذا هذه يعني هذه مصنوعة من الورق كرتون، فهذه خاصة لأنه نرمي بها الأشياء الحادة أو المكسورة، for broken glass. Disposable of hazardous waste ماذا نعني بالفضلات الخطرة بيولوجيا اللي قلنا عليها؟ هذه شنو هاي تحتوي؟ portions of patient specimens، نماذج sample من ال patient، patient cultures، stock cultures يعني culture انت خازنة في مختبرك، disposable sharp instruments مثلا الأوبر وغيرها، سكالبلز وسيرنج نيدلز اتسترا. Thank you so much.